الي ان بو ديليكات من راح نشوفوا ان جون ايتيديون راح يتجوز الباك مما راهوش حاب يروح. علاش؟ باسكو توفات يماه ربي يرحمها وما راهيش عنده كاع لونفي باش يجوز ليكزامان ديالو. وراح نشوفوا لا رياكسيون تاع الناس كيفاش راح ينصحوه ويطلعوا له المورال ويزقيو عليه. بلا ما نطول عليكم شوفوا معنا. يا مو معليش دقيقه من وقتك صاحبي ما تسمى غير كيما وعندنا هذا العام الباك ما حش كامل يدخل يقرب كش ما تعطينه كش نصيحة هكذا شو ما نطلعوا لافك اوكي خويا كيما درت له ما حش كايف ما تبكيش خلاص هذا بكي ما والو هذا عينهم بالرحمة ما تكمل الأمانة تاع يمك اللي قالت لك عليها يمك كملها انت لا ما عنديش يما هبط راح قال صورة الكرسي ولا قال صورة تاع القرآن الكريم وتكل على الأرض هذا الابتلاء تاع ربي سبحانه اسمع شكون يمك شكون جاب احنا مش احنا احنا بقينا زوج لله ما عطى ولله ما اعطى عبد الله أمانة ربي انا بكيت رجعت خلاص سيبو انا بكيت عوام وعمام ورجعت حتى واحد فيهم ما تبكيش خلاص يمي ما في بلاصتها والباك في بلاصته والباك الباك هذا في طلاب يونيو الناس قاعد تموت يا اخي الله يرحمها ويوسع عليها كيف راح نخمم في الباك دوكا دي الباك سي با لا فان دي موند ما تجيبوش هذا العام جيبوا العام الجاي سي با لا فان دي موند الباك يا خو دعي لها وصدق عليها هذا كل شيء الحق لها ماشي البكاء البكاء انا رايك انت انا كيما هاوليك انا يما مساله حلوه انا بابا انا بابا عنده عامين فراش عنده عامين فراش واني نكمل في حياتي انا يا وراني نخدم ونورمال انا قام على الباك وليك في محنه واحنا وليك انت بنيتك حبيت تفرحها تفرحها يا اخو فريت تفرح شو كي تجيب الباك شو تفرح تفرح لك تفرح لك بلا ما تشوفه وما تشوفه استيماشي يا اخو قاعد صار عندنا هاد الهمسه يا اخو قاعد نروح لهاد الهمسه في قلبي يا اخو في قبرها مازال تسحاك امو يا اللي كانت حاكمه كلش ما نقدرش نعيش بلا بها حطينا على التاريخ هذيك انت ومو راك كبير الحق عليها احنا في الاشهار فهمتني عقبنا الباك وفرحناها فهمت قبرهم وعزرها في القبر وكب السماح وهذا ما كان كيف كاين ربي وليدي كاين ما عندكش تروح في داركم ما كتشوفش حتى واحد يا طاط ما نقدرش نعيش بلا بياض مسكين كان لك ما كان صاحبك انتيك ما نقصت رنسي كاين سبور ديال سبور لا بالون ما على باليش نقدر نخمم في قرايتي يا شيخ ربي يفيد لعب زد قال صورة الكرسي ولا قال صورة تاع القرآن الكريم وتكل على الأرض يا اخو قاعد صار عندنا هاد العبسه يا اخو قاعد نروح لهاد البلاصه الله غير درت لي واحد العبسه في قلبي يا اخو راك راك حتي تفكر لي صاحبي يا اخو قبيت ربي يا والله يا نبكي معاك انا يا اخو شوف تبكي دوكا نبكي معاك والله غير نبكي معاك يا اخو ما صبت واش ندير ما عندي بحاجات في يدي يا اخو انت واش راك حاب دير يا اخو انا ماشي قلت الحياه من راسي فهم انا ثاني انا ما ماشي في ماشي من الحياه من راسي صحيح لا في كونتيني خلاتك الله يبارك راه ديال والله يبارك ثاني كيف تدير ولادك وتفرح بهم ما وشي تضيع روحك سيدنا محمد عليه السلام خير من خلق يا اخو عرفاه ومات ومات له شوف قبل ما يزيد مات له باباه ربي يرحمه بها تسمى هذا هو اللي يقول لك اشد اليتم اللي يموت باباه ولا يماه هو في كرش يعني امريكا من نموتوا قرا وخلاص ما تخليش قرايتك تدعي لك خساره معليش بعد ما كحت واحد ما كحت واحد اللي يسعك ربي يحفظك ما في وليدي يحفظك طاط صحيح كمل قرايتك وليدي كمل بارك الله فيك طاط كمل موت وليدي كمل روحك زعما دياش خيارتك على جال يمك تدعي لها تقرا قران وتدعي لها بالرحمه وتدعي لها فهمت كيفاش وترمو وتستغفر مولك وتبارك عليه هذه الحاجه تاع رب العالمين يا رب العالمين عطيها كيما نقولوا الرحمه اللي لازمه ليماك وانت كمل قرايتك وربي ان شاء الله ينجحك ويخرج على مالك صح هذا فهمت بارك الله فيك مدي احكي واحد الصبر صبر ربي العالمين ربي يعطيك الصبر وربي يعطيك الدنيا يا حبيبي سامع خويا صافا لاباس انت صافا لاباس انت الحمد لله صحة بخير صافا يا ابو لاباس شايفك انت ما تقوليش بك هاد الفايس كاع مطمئن
شفت يا اخي ريح يا ريح يا كاين هضر ماك وانا نغلي من الداخل كيهضر لي على الحكايه شغل لعبك دخول عاشها دوكا عشت وش غاش البارح انا وي بزاف بوقت مقمط واحد المكان نبكي واحد غير في الغاب يا خويا ما تبسط يا مجي قلت له نهضر معاك دوكا ماشي ما ينعس به يا خويا ينعس بالك واش حيصرى له امور دوك شنو صار له يا خويا